يعني الواتساب بداية بسيطة، قامت بعدين المشايخ ظهروا بصنعاء ومعاملة الليل ونسمع معاملة الليل ونهار على مدار الساعة في صنعاء، وجمعوا ملايين ملايين طبعا الذين تجار عمالقة على مستوى البلاد على مستوى الوطن العربي كله، ظهروا وأدوا الملايين ضخوا ضخوا ملايين ما شاء الله عليهم. الآن الطريق عملاق كبير أصبحت وتخدم جميع المواطنين من إب إلى صنعاء مع الحديدة وعدن وكل ما إلى ذلك. تفضل. طبعا الطريق كما لاحظت انا انها تعتبر منفذ حيوي رهيب لا يتساهل به، فهي تمتد من خطوط يحضر وتسمى محافظه دمان الى العدين الذي يربط محافظه اب بالطريق هذه. لا عفوا وما الى ذلك تعز عدن كله. طبعا هي تستفيد منها كل الفروع كل المديريات كل الفروع تستفيد من هذا الخط، كل المديريات مستفيده منه. صحيح. واعتبر ان الخط هذا هو شريان هذه كل المديريات لكل الفروع العزل والمقاليد في المديريات ولكل المحافظات من محافظه ابو ومحافظه ذمر نفس الوقت. ظهر فيها تجار عمالقه، وجدنا تجار نسينا التجار الكبار اللي يقولون با 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 اصبح عندنا با جبل مطحن يضاهي كل التجار الذي هم على مستوى الجنوب والشرق الاوسط. عفوا المواطن قدم ما لديه 100% في الارض، قدم ما لديه بروك دكاكين كلهم راحوا في سبيل الله، ماذا تقول المواطن؟ هذا قدم الشكر الجزيل نيابة عن الجميع عن اعضاء ومنفذين وهيئة ادارية، اتقدم الشكر الجزيل.